مثلا في عندي في الشركه شغال 16 في 4 او 5 مطلقين، حوالي ما يقلش عن 10 15 كده في خلال سنه. يعني اسباب ارتفاع الطلاق ان احيانا الزوج والزوجه ما بيبقوش متفاهمين، واحيانا لما الزوج يعمل مشكله مع الزوجه الزوجه ما تفوتلوش، واحيانا الزوج ما يفوتش للزوجه. مساله العند وان هي المساواه، يعني انا راسي براسك. اختلاف التربيه والفكر والتعليم والتكافؤ، حاجات كتيره قوي. الموضوع مش ماده بس، يعني هو طبعا الماده ليها عنصر. مفيش توافق بينهم، ما بيبقوش قادرين يفهموا بعض. دلوقتي البنت بتبقى ما بتقدرش تتحمل او زي زمان، فبيبقى التالي بيبقى في طلاق سريع. عدم تفاهم الزوج مع الزوجه، خروج الزوجه للشغل وخروج الزوج للشغل، بيبقى في مساحه قليله ان هم يقعدوا مع بعض ويتفاهموا مع بعض. الاثنين حقيقي الاثنين، هي مش مستحمله وهو برضو ما بقاش يعتمد عليه قوي في المسؤوليات والكلام ده.